مدبولي يؤكد أمام البرلمان أن مواجهة الإرهاب ودعم خطة التنمية وراء فرض الطوارئ. شكري يشدد على أهمية استمرار التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا. الجيش الوطني الليبي يعلن تصديه لهجوم مسلح على منشأة عسكرية في سبها. الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أرحب بكم. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن قرار إعلان حالة الطوارئ يسهم في استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، فضلا عن تمكين باقي أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية بجميع ربوع مصر. جاء ذلك في كلمته أمام مجلس النواب حول المبررات والدوافع التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة 1 من صباح يوم الخميس الموافق 25 من إبريل. لقد طالت هذه الأعمال الدنيئة الكثير من المدنيين الأبرياء أيضا، فسالت دماؤهم وسقطوا شهداء مثل إخوانهم من رجال القوات المسلحة والشرطة، ولكننا نؤكد للجميع أننا رغم أننا قطعنا خطوات مهمة وشوطا كبيرا في تحقيق قدر كبير من الاستقرار اللازم لتدور عجلة الحياة ولنبني بلادنا واقتصادنا، ولقد نجحنا في ذلك بالفعل بفضل صلابة وقوة رجال الشرطة والقوات المسلحة، إلا أننا نلاحظ جميعا أن الاستقرار والتقدم الذي حققناه يثير قوى الظلام في الداخل والخارج لتدبر المكائد وتخطط للجرائم التي يستهدفون بها تدمير ما حققناه والعودة بنا إلى الوراء، ولكننا بفضل الله وبفضل تماسك مؤسساتنا وصلابة قاعدتنا الداخلية وشعبنا الواعي سنطحر كل هذه القوى ونحفظ أمن شعبنا وبلدنا بإذن الله. أكد وزير الداخلية محمود توفيق على أهمية تطوير مجالات التعاون الأمني بين مصر وتنزانيا في ضوء الروابط التاريخية والقواسم المشتركة التي تجمعهما. وخلال استقباله لوزير الداخلية التنزاني كانجي لوغالا، أعرب توفيق عن استعداد الوزارة لتعزيز أطر التعاون الشرطية بين الجانبين، وبخاصة فيما يتعلق بتدريب الكوادر التنزانية في كافة المجالات الأمنية المطلوبة، انطلاقا من حرص وزارة الداخلية على دعم رسالة الأمن والاستقرار في الدول الإفريقية الصديقة. هذا ووقع الوزيران على مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية ترتكز على تبادل الخبرات الأمنية والتدريبية. قامت الأجهزة الأمنية بحملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، حيث أسفرت هذه الحملة خلال أسبوع عن التالي.
نجحت بعثة الآثار المصرية في الكشف عن مقبرة مزدوجة لشخصين بمنطقة الأهرامات يرجع تاريخها لبداية النصف الأول من الأسرة الخامسة، هذا وأعيد استخدامها في عصر الأسرة 26. وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن المقبرة زمنها 4400 عام تقريبا، وتم رفع 450 متر مكعب من الرزيم. بناء النهارده عن كشف اثري صغير في بدايه اكتشافات كثيره ان شاء الله باذن الله في المنطقه هنكمل فيها شغل. زي دكتور مصطفى وزيري ما قال، الشغل بدا هنا في اغسطس الماضي، وزي ما انا اشرت في كلمتي الحمد لله منذ اغسطس لغايه النهارده في عدد كبير جدا من الاكتشافات الاثريه يمكن في كل محافظات الجمهوريه. ده توفيق من ربنا اولا، ثم مجهود من الزملاء العاملين في وزاره الاثار. الحمد لله قدرنا نعمل اكتشافات العالم كله يتكلم عنها، مشاريع ترميم، مشاريع تطوير مواقع اثريه. تم الكشف عن مقبره جميله جدا، بنتكلم على دوله قديمه، بنتكلم على اسره خمسه، بنتكلم على 4400 سنه عمر، بنتكلم على حاجه ثانيه مهمه جدا. بنتكلم ان احنا لما بدانا الحفاير وابتدينا نرفع في الرديم ظهرت مقابر ترجع للقرن تقريبا السادس او السابع قبل الميلاد. المقابر دي كشفت عن وجود توابيت خشبية ملونة رائعة، في حالة رائعة جدا من الحفظ. زمايلنا في قطاع المتاحف قالوا احنا عايزينها في متحف شرم الشيخ، والتاني يقول عايزينها في متحف الغردقة، والتاني عايزينها في متحف طنطا، متحف كفر الشيخ اللي هيفتتح السنة دي. كلام جميل جدا، احنا علينا كاكتشافات قطاع المتاحف بياخدها طبقا للسيناريو العرض المتحفي تودع كلها في متاحفنا. الكشف اسفر عن لقى اثريه كتيره جدا، من اهمها وتبدو كما لو كانت صغيره الاظافر الذهبيه اللي كانت بتغطي الضوافر المومياء. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوغرافين عن مدينة دمياط للأثاث، أوضح من خلالهما أن المدينة تعد أكبر تجمع صناعي وتجاري للأثاث والأول من نوعها في الشرق الأوسط، ويفصلها عن قلب مدينة دمياط 20 دقيقة تقريبا، كما أنها تعد منطقة صناعية قائمة على مساحة تقدر ب 331 فدانا. التاريخ قدمت مصر نموذجا في التعايش بين الثقافات والانتماءات المختلفة، ويعد الوجود الأرمني في مصر شاهدا حيا على هذه الحقيقة عبر أكثر من قرن من الزمان، حيث احتفلت الجالية الأرمنية في مصر بمرور 90 عاما على بناء أول كنيسة لها بالقاهرة. هذه اللوحات والأيقونات الدينية تشارك بها ريتا كيفوركيان ذات 15 عاما، مصرية من أصل أرمني، وضعت بصمة فنية في المعرض الذي يقام على هامش احتفال الجالية الأرمنية بمرور 90 عاما على بناء أول كنيسة أرمنية أرثوذكسية في مصر. أنا حابة مصر وحابة أنها احتضنت الأرمن بعد المذبحة، وهم يعني هم ما رفضوش الأرمن، هم بالعكس احتضنوهم،
وانا بصراحه حابه مصر. لو حضرتك قلتي اعيش في مصر ولا اعيش في المانيا اختار مصر عشان دي بلدي. انا اتولدت في مصر وانا جدودي الماني، بس ده ما يمنعش ان انا يعني اكون مصريه واعيش في مصر. يقدم المعرض مقتنيات أثرية ومجموعة نادرة تخص الكنيسة من فضيات وأوان وكاسات وكتب مقدسة وملابس ومفارش يعود بعضها إلى أواخر القرن التاسع عشر. جاية الاحتفال بمرور 90 سنة على بناء كنيسة الأرمن الأرثوذكس في مصر، وبمناسبة الاحتفال دوت الكنيسة حرصت أنها تبرز كل الحاجات الأثرية اللي عندنا، مقتنيات كلها قديمة بقالها 150 سنة، حاجات كلها فضيات، كاسات، اللبس الزي بتاع الكهنوت، الحاجات دي كلها محطوطة وكلها فوق 150 سنة. تتحسب لمصر طبعا كبلد فيها حريات وفيها ما فيش الاضطهادات اللي موجودة ممكن في بلاد تانية. لا احنا بنتعامل لينا كل الحقول واجبات وكل حاجة. انا مش حاسة ان انا في فرق بيني وبين اي حد مصري، وانا بعتز بمصريتي وبعتز بجذوري الارمنية كمان، بس انا كمصرية انا عمري ما حسيت خالص ان انا في فرق في المعاملة او في العبادة او في حد بيضايقني. انا بصراحة عمرنا ما حسينا الاحساس ده في مصر. تضمنت الاحتفالية فيلما تسجيليا عن تاريخ الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في مصر، وذلك بحضور شخصيات بارزة من الجالية الأرمنية والمصرية. بالنسبة للأرمن عاشوا هنا من مئات السنين في مصر، وكان في كنائس كتيرة وعملوا أشغال كتيرة جدا، لكن كنيسة كريكورلوس أفوريتش المنور هي دي اللي بقالها 90 سنة وهي اللي بتعمل حاليا، والنهارده ليها دلاله كبيره جدا لان بتوري العرافه اللي موجوده ما بين التاريخ الارمني والتاريخ المصري. والارمن لما جم هنا من مئات السنين عاشوا كجزء لا يتجزا من مصر، ومصر احتضنتهم واشتغلوا فيها بكل سلام وامان. حدث ده المعروضات اللي فيها بتدل ان الارمن بيحافظوا على تراثهم على هويتهم، واللي بيساعدهم على دي المناخ اللي احنا عايشين فيه في مصر. أكتر من 100 سنة الأرمن موجودين في مصر وبيساهموا في تنمية المجتمع المصري من أيام محمد علي. كان لنا وزراء، أول وزير خارجية كان أرمني، أول رئيس وزراء كان أرمني، وفي ناس كتيرة ساهمت في بناء مصر الحديث أيام محمد علي. واحنا كملنا طبعا لما مصر احتضنت اكتر الاف الارمن اللي ناجوا من الاباده الارمنيه وجم مصر، واحنا النهارده هو بنعرض المقتنيات الاثريه الارمنيه والتاريخيه. يعني في حاجات كتب فيها من سنه 1737، يعني دي حاجات تاريخيه. يعني فدي اهميه مصر انها مناخ حاضن وبتستقبل الثقافات الاخرى الديانات الاخرى. وأهمية الحدث أنا بالنسبة لي أن دي رسالة إلى الخارج بأن مصر بتحتضن الكل، بتحتضن الديانات الأخرى، وبتحترم الديانات الأخرى، وبتحتضن الثقافات الأخرى، ودي أهمية الحدث بالنسبة لي. مقتنيات علمية وإيمانية وأثرية تعود لعقود من الزمن ساهمت مصر في الحفاظ عليها من الضياع كجزء من الهوية والتراث الأرمني، وكانت وطنا محتضنا لجالية عانت من إبادة عرقية. جاكلين ماهر، إكسترا نيوز. بحث وزير الخارجية سامح شكري مع النائب فولكر كاودو الزعيم السابق للتحالف المسيحي بالبوندستاغ الألماني علاقات التعاون بين مصر وألمانيا والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكد الجانبان على أهمية استمرار التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبصفة خاصة في الملف الاقتصادية. ونوه شكري بتقدير مصر للجهود التي بذلها كاودر لتطوير العلاقات المصرية الألمانية خلال توليه مهام منصبه السابق كزعيم للتحالف المسيحي في البوندستاغ الألمانية. من جانبه أكد النائب الألماني على تقدير بلاده لأهمية دفع التعاون مع مصر بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، مبرزا مكانة مصر كدولة محورية في منطقة الشرق الأوسط. عبر الهاتف للمزيد من المتابعة ينضم إلينا سيادة السفير نبيل بدر مستشار وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير أرحب بك. أهلا بك.
نعم، في البداية هل لك أن تعطينا لمحة عن العلاقات المصرية الألمانية؟ لا شك أن هذه العلاقات تشهد تطورا مهما ولافتا للنظر. أولا من ناحية ألمانيا، ألمانيا دائما دولة هامة، إنما ربما في فترات سابقة كانت الجانب الذي يتغلب عليه الوضع الاقتصادي المتميز الذي يتمتع به ألمانيا أو تتمتع به ألمانيا لم يكن ربما معبرا عن نفس الطاقات في توجهات معينة بالنسبة لسياساتها الخارجية. اليوم خلال هذه المرحلة بصفة خاصة تشهد ألمانيا فضلا بطبيعة الحال عن تميز الوضع الاقتصادي تحركا اقتصاديا يعبر ليس فقط عن التطلعات الألمانية لإثبات دورها السياسي وتأكيده كأحد القوى الرئيسية على المستوى الأوروبي وعلى المستوى العالمي، إنما من جانب آخر يعبر عن نفسه أيضا في ظل تواصل المراحل في هذه المرحلة التي يتشكل فيها العالم أو تتشكل فيها أيضا مصالح ناشئة. يعني في مرات سابقة كانت ربما توجهات ألمانيا تتجه إلى دول شرق أوروبا، منطقة الشرق الأوسط لم تكن بعيدة، إنما في هذه المرحلة بالتأكيد عندما يرتكز الألمان في علاقاتهم الخارجية على دول رئيسية فلا شك أن مصر سوف تكون في مقدمة هذه الدول. هناك أسباب لذلك بطبيعة الحال. أولا أثبتتها التحركات المصرية في المنطقة سياستها الخارجية التي تنتهج مسارا مقنعا ومصدقا ولا شك يسعى إلى إثبات موجوديته عن طريق تبني القضايا بصورة تعزز الأمن والسلم والتنمية على مستوى المنطقة وعلى العالم. الأمر الثاني أن التواصل الألماني في هذه المرحلة شك يبرز قضايا هامة، وأتصور أن قضية الأوضاع في ليبيا والتطورات تأتي في المقدمة ليس لأنها الملف الوحيد، إنما ربما لأنها الملف الذي يستلفت النظر سواء بالنسبة لتطوراته أو أيضا بالنسبة للاهتمام الألماني. وليس بعيدا عن ذلك التصريحات التي أدت بها ميركل خلال الأيام القليلة الماضية تسعى فيها إلى موقف أوروبي موحد. صحيح. الموقف المصري بالنسبة لليبيا كان وما زال معتمدا على حق الليبيين في إدارة شؤونهم بعيدا عن التدخلات، عن التأكيد على وحدة الأراضي الليبية، عن التأكيد أيضا على عدم السماح لأن تتحول ليبيا إلى قاعدة لممارسة الإرهاب. سواء كان هذا الإرهاب بالفعل موجودا على الساحة أو قادرا على استقطاب قوى إرهابية تتبناها دول أخرى على النحو الذي نشاهده في تصرفات تركية مدعومة قطريا وغيرها في الآونة الأخيرة. نشير ربما بين قوسين إلى تواجد جاليات تركية كبيرة في تركيا كما هو معلوم، نشير أيضا إلى أن جماعة الإخوان لها مراكز مهمة على مستوى ميونخ أو في قواعد أخرى، ربما أشير إلى ذلك باعتبار أن هذا يدخل في الاعتبار عند النظر إلى مجمل الصورة من زواياها المختلفة. إنما تظل بالتأكيد العلاقة المصرية الألمانية متميزة، يظل الحرص الألماني على التعرف على وجهة النظر المصرية ومتابعتها أمرا مؤكدا ليس فقط من خلال اتصال اليوم، إنما اتصالات سابقة بين ميركل وبين الرئيس السيسي كما هو معلوم، ثم في التطورات الجارية والاهتمام المشترك من متابعتها بالتعرف على وجهة النظر. وهذا على كل حال في مجمله يمثل ظاهرة مفيدة
لكلا الطرفين. هذا فيما يتعلق سيادة السفير بالشق الدبلوماسي أو السياسي بين البلدين، ولكن هناك شق آخر مهم للغاية لا نريد أن نغفله، وهو يعني ربما تابعنا منه بالأمس ما يتعلق باستلام الغواصة الألمانية S-43-1400 التي استلمتها مصر، وأيضا تنوع السلاح المصري في الفترة الماضية والذي يغلب عليه أيضا يعني الخبرات الألمانية والطابع الألماني. ماذا يعني التعاون في هذا المجال، وكيف هذا المجال عمل على توطيد العلاقات بين البلدين؟ بالتأكيد هذه ملاحظة مهمة، كان يعني في الاعتبار النظر إليها في ضوء أنها علاقات شاملة مصرية ألمانية، بمعنى أن هناك جانب سياسي، هناك جانب اقتصادي، هناك أيضا جانب عسكري. بالنسبة للجانب العسكري، بيع هذا النوع من الغواصات المتطورة وربما هناك أمور أخرى، نقول إنها تعبر ليس فقط عن الثقة في السياسة المصرية وفي توجهاتها وفي حسن إدارة ما تحصل عليه من سلاح تؤمن به ذاتها وتبرأ به أخطارا عن نفسها وعن دول الجوار، وأيضا في إطار البحر الأبيض وفي الإطار الذي تهتم به أوروبا بصفة خاصة بالنسبة للتهريب وبالنسبة للهجرة غير الشرعية وغيرها، ثم بالتأكيد في إطار محاربة الإرهاب. هذه القناعة والمصداقية التي تتمتع بها مصر وينعكس على هذا النوع من التعاون العسكري لا شك أنه أمر بالغ الأهمية. هذا الأمر متاح ومفتوح، وتسليم الغواصة الألمانية مؤخرا لمصر ضمن صفقة الغواصات تعبير عن هذه المصداقية وعن الاستعداد للتعاون وزيادة. أما الجانب الاقتصادي بالتأكيد فتحفل به ألمانيا، أثبتت هذه العلاقة الاقتصادية موجوديتها وقيمتها بالنسبة للطرفين، صحيح، سواء من الجانب الاقتصادي البحث أو من الجانب الفني. ونقول هنا أنه كان لها صداقة الذي تستطيع ألمانيا أيضا أن تستفيد منه في ظل أكيا مع دول المنطقة. نعم، وضحت الصورة سيادة السفير، صحيح ما تتحدث عنه. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير نبيل بدر مستشار وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.
غادرت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد القاهرة متوجهة إلى فرنسا للمشاركة في اجتماع وزراء البيئة للدول الصناعية الكبرى، وذلك للتحضير للقمة الرئاسية للمجموعة. وتلقي وزيرة البيئة باعتبارها الرئيس الحالي لمؤتمر الأطراف 14 لاتفاقية التنوع البيولوجي كلمة مصر أمام اجتماع وزراء البيئة للدول الصناعية الكبرى، وتحدد ملامح خطة الطريق التي وضعتها مصر لمواجهة التحديات. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجروح جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على بيت حانون شمالي قطاع غزة. من جانبها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بينهم 10 أطفال، في قصف صاروخي إسرائيلي واستهداف للمشاركين في مسيرات سلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن 2 من الشهداء قتلا برصاص قناصة الاحتلال، بينما قتل آخران بسبب قصف صاروخي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة. انطلقت مسيرات العودة الكبرى في نهاية شهر مارس عام 2018، ومنذ هذا التاريخ استشهد أكثر من 200 فلسطيني بينهم عشرات الأطفال والنساء برصاص إسرائيلي. Thank you.
عضو بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان إن الجيش لن يقبل بأغلبية مدنية في مجلس مؤقت لتقاسم السلطة، معتبرا ذلك الأمر خطأ أو خطا أحمر، وأوضح أن المجلس يمكن أن يقبل بتمثيل المتساوٍ للمدنيين والعسكريين، لكنه لن يقبل بأغلبية مدنية في المجلس السيادي. هذا وكانت قوى الحرية والتغيير قد قدمت وثيقة دستورية للمجلس العسكري الانتقالي، قالت إنها تشكل رؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات خلال الفترة الانتقالية. في الوقت الذي تتجه الأنظار صوب القصر الجمهوري بالعاصمة السودانية الخرطوم في انتظار رد المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير بشأن المرحلة الانتقالية، واصلوا آلاف المحتجين اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش مطالبين بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية، وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي وتحديد فترة انتقالية لمدة 4 سنوات وتشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين والمجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد، بعض من بنود الوثيقة الدستورية التي تلقاها المجلس العسكري ورحب بالمشاركة الإيجابية في كتابة مستقبل البلاد. المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين أكد من جهته أن المجلس العسكري أبدى موقفا إيجابيا من بنود الوثيقة، لكنه أكد أن قوى إعلان الحرية والتغيير لا تزال في انتظار رد رسمي من المجلس العسكري. الاعتصام زي ما انتم عارفين مستمر حتى تحقيق مطالب إعلان الحرية والتغيير كاملة غير منقوصة وانتقال السلطة إلى سلطة مدنية انتقالية تتولى التمهيد لمرحلة ديمقراطية مستدامة. وتتزامن تلك التطورات مع توجيه النائب العام المكلف في السودان باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير في قضايا تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى استجواب شخصيات مرموقة في جرائم مالية، وهو الأمر الذي يعد استجابة لمطالب المحتجين التي رفعوها منذ انطلاق ثورتهم. نفت السلطة القضائية في السودان ما أشيع حول تحقيقها مع 70 قاضيا شاركوا في موكب القضاء الأسبوع الماضي داعمين للاعتصام أمام القيادة العامة. ونقلت وكالة أنباء السودانية عن مصدر مطلع قوله إن ما حدث هو أن هناك ترويجا لمذكرة القضاء بفساد عدد من القضاء، مما دعا رئيس القضاء إلى التحقيق مع الأسماء التي وردت في المذكرة. وشدد المصدر على أن جميع القضاء الذين خرجوا في موكب للقضاء لم تتخذ ضدهم أي إجراءات. لبيك طرابلس لبيك، لبيك طرابلس لبيك. تصدت قوات الجيش الوطني الليبي لهجوم مسلح تعرضت له المنطقة العسكرية في مدينة سبها. وذكر المركز الإعلامي للواء 73 مشاة أن مجموعة مسلحة تحركت برماية عشوائية واقتربت مجموعة أخرى من المطار وتم صد الهجوم. في سياق متصل أكد الجيش الوطني الليبي أن عددا من الإرهابيين المطلوبين دوليا ومحليا يعالجون في المستشفى الميداني بمدينة مصراتة.
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية ضبط أسلحة وكمية من الذخيرة في ولاية أدرار جنوبي البلاد. يأتي هذا فيما أوقفت عناصر الدرك الوطني وحراس السواحل في عمليتين منفصلتين بكل من تلمسان والغزوات 4 تجار مخدرات وضبطوا كمية ضخمة من المواد المخدرة. أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى العراقية بإصابة 3 مدنيين في تفجير دراجة نارية مفخخة شمالي مدينة الموصل. وذكر المصدر أن الانفجار كان قريبا من جامعة الموصل في الساحل الأيسر من المدينة. أعلنت الاستخبارات العراقية إحباط أكبر مخطط إرهابي لإعادة تشكيل خلايا جديدة لتنظيم داعش في العراق. من جانبه قال مصدر عسكري عراقي إن القوات تمكنت من قتل الإرهابي المسؤول عن قتل عشرات الأبرياء من أبناء مدينتي الموصل وتل عفر، مضيفا أن العملية تم تنفيذها بإسناد استخبارات الفرقة 15 للجيش العراقي وعمليات الحشد الشعبية في نينوى. أعلنت وزارة الدفاع العراقية أنها تسلمت 5 مقاتلات أمريكية من طراز F-16 وقد وصلت إلى قاعدة بلد الجوية ضمن العقد المبرم بين العراق والولايات المتحدة. كان العراق تسلم أول طائرة من طراز F-16 الأمريكية في يونيو لعام 2014 وذلك ضمن صفقة أبرمت عام 2011 تشمل 36 طائرة مقاتلة من هذا الطراز. أكد المستشار الإعلامي بمجلس الوزراء السوري عبد القادر عزوز أن المشروع التركي في بلاده يسعى لتفتيتها. وفي اتصال هاتفي سابق لإكسترا نيوز أضاف عزوز أن المشروع التركي له أطماع كبيرة في سوريا، مضيفا أن الدولة السورية عازمة على مواجهة أي نزعة انفصالية. دائما تأكيد القيادة السورية وعلى الأستاذ سيادة الرئيس بأن سوريا والجيش العربي السوري معني بتفسير كل ذرة تراب من سوريا، ولكن اليوم وفق نهج الأولويات نجد بأن الدولة السورية عازمة على المضي قدما في مواجهة أي نزعة انفصالية، خاصة وأنها لا تستجيب لإرادة الشعب السوري. أبناء سوريا بمختلف تنوعهم موالاة أو معارضة لديهم خطوط حمراء جزء من ثوابتنا الوطنية السورية، وهي وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وسيادتها واستقلالها. هي مسألة حيوية بالنسبة للسوريين ليست خاضعة للابتزاز السياسي أو المناورة السياسية. أعلن الجيش السوري أن وحداته دمرت أوكارا لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي بريفي إدلب وحما، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر التنظيم. وأكد الجيش السوري أن ضرباته جاءت ردا على خروقات جبهة النصرة المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد. أكدت وزارة الخارجية السورية أن المشاركين في مؤتمر العشائر السورية لا يعبرون عن أي من المكونات السورية الوطنية على حد وصفها. وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن المؤتمر المذكور انعقد في مدينة عين عيسى السورية التي تسيطر عليها ما سماها بميليشيات مسلحة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى. أحبطت قوات الجيش اليمني هجوما لميليشيات الحوثي في محافظة تعز جنوبي غرب البلاد، وتكبدت الميليشيات خلال المعارك التي أعقبت هجومها عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوفها وتدمير طقما قتاليا تابعا لها.
أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان أن بلاده ستحذف تركيا نهائيا من مشروع شراء مقاتلات من طراز F-35 في حال شراء أنقرة أنظمة S-400 الصاروخية الروسية. وذكر شانهان أنه سيتعين على أنقرة أن تقوم بخيار بين مقاتلات F-35 وأنظمة S-400، مشيرا إلى غياب أي موعد لاتخاذ القرار بهذا الشأن. الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الولايات المتحدة على علم وتراقب بجدية نشاطات وتحركات كوريا الشمالية الأخيرة، وذلك بعد إعلان كوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ أطلقت صواريخ قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان. وأضافت ساندرز أن واشنطن ستستمر في مراقبة الوضع وفقا للضرورة. أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ قصيرة المدى من مدينة وانسان على الساحل الشرقي، ونقلت وكالة يونهاب الكورية عن رئاسة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية إن الصواريخ وصل مداها من 70 إلى 200 كيلومترا إلى الجهة الشرقية، مشيرة إلى أن السلطات الكورية والأمريكية تحلل تفاصيل هذه الصواريخ. وتعد التجربة الصاروخية هي الأولى من نوعها منذ إعلان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تجميد البرنامج النووي، وكذلك بعد فشل المفاوضات مع واشنطن. عقدت الإدارة الرئاسية لكوريا الجنوبية اجتماعا طارئا لكبار مسؤولي الأمن في البلاد عقب الإطلاق الصاروخي الذي أجرته بيونغ يانغ اليوم. وأجرت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية اتصالا هاتفيا مع نظيرها الأمريكي مايك بومبيو لبحث الأمر. واتفق الوزيران على مواصلة التحليلات بشأن إطلاق المقذوفات. على جانب آخر، أكدت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية ضرورة إعادة خريطة طريق واضحة لتفكيك السلاح النووي لكوريا الشمالية، داعية بيونغ يانغ وواشنطن إلى مرونة أكثر. صرح برلماني روسي أن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ مجددا يثبت أن الضغط عليها لن ينجح. واعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي أن إطلاق بيونغ يانغ للصواريخ مجددا يوضح أنه من الضروري التفاوض مباشرة معها وليس مع أي شخص آخر. جرت في القصر الكبير مراسم حفل تتويج ملك تايلاند ماها فاجير انغونغورن، وخارج القصر أطلقت المدفعية لتحية الملك، حيث أصبح فاجير 66 عاما ملكا للبلاد منذ وفاة والده في عام 2016 بعد 70 عاما أمضاها على عرش تايلاند. استقبل الإمبراطور الياباني الجديد ناروهيتو الجمهور للمرة الأولى منذ توليه العرش، معربا عن أمله في أن تواصل اليابان السعي لتحقيق السلام. ومن شرفة تطل على أرض القصر شكر ناروهيتو عشرات الآلاف من المهنئين. وصعد ناروهيتو إلى سدة العرش بعد يوم من تنازل والده أكوهيتو البالغ من العمر 85 عاما. أجرى خفر السواحل التايواني سلسلة من التدريبات الجوية والبحرية قبالة العاصمة تايبيه. وأشادت رئيسة تايوان خلال حضورها التدريبات بدور القوات في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.
أعلنت القاعدة الجوية التابعة للبحرية الأمريكية في فلوريدا هبوط طائرة تجارية من طراز بيونغ 737 على سطح مياه نهر سانت جونز اضطراريا. وأوضح بيان صحفي أن الطائرة كانت قادمة من كوبا وكان على متنها 136 شخصا تم إنقاذهم جميعا. ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار فاني بولاية أوشيدا شرقي الهند إلى 12 قتيلا. وأوضحت وسائل إعلام أن القتلى لقوا حتفهم بسبب سقوط الأشجار بفعل العاصفة التي بلغت سرعة ريحها 200 كيلو متر في الساعة. كما ساهم إجلاء نحو 1.2 مليون شخص إلى مراكز الإغاثة في خفض أعداد الضحايا. وأفادت وكالة الأرصاد الهندية بأن الإعصار الاستوائي انخفضت حدته عند وصوله إلى الأرض بشكل كبير حيث تحول إلى عاصفة. أعلنت الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيجري محادثات مع نظيره الفنزويلي في موسكو غدا الأحد. يأتي الاجتماع قبل محادثات مرتقبة بين لافروف ونظيره الأمريكي مايك بومبيو في فنلندا الأسبوع الجاري وسط خلافات بين الولايات المتحدة وروسيا تجاه الأزمة السياسية في فنزويلا. جددت الخارجية المكسيكية دعوة أطراف النزاع في فنزويلا إلى الحوار معربة عن قلقها إزاء حوادث العنف التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة. يأتي هذا في وقت أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قيام موسكو وواشنطن بإعداد لقاء بين وزيري خارجية البلدين في 6 مايو الجاري بفنلندا. تصاعدت الأزمة السياسية في فنزويلا عقب فشل محاولة انقلابية قادها زعيم المعارضة إخوان غوايدو للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو وسط تنديد أمريكي بدور الروسي في فشل المحاولة وتعهد الجيش الفنزويلي بالوقوف إلى جانب الرئيس مادورو. الضغوط الأمريكية على حكومة مادورو لا تتوقف منذ اللحظة الأولى للأزمة، فقد دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا إلى إنهاء ما وصفه بالقمع الوحشي في فنزويلا، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب الشعب هناك في معركته العادلة من أجل الحرية. دعوة ترامب تزامنت مع إعلان مسؤول أمريكي أن وزيري خارجية الولايات المتحدة وروسيا سيناقشان الأزمة الفنزويلية خلال لقائهما على هامش اجتماع مجلس بلدان القطب الشمالي بفنلندا الاثنين المقبل. اللقاء المرتقب سبقه تأكيد من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عدم صحة الادعاءات بأن موسكو حثت مادورو على عدم مغادرة البلاد على خلفية الاضطرابات المستمرة هناك ووصفها بأنها غير صحيحة. إن موقفنا واضح جدا، فنحن مثلنا مثل غيرنا من الدول التي تحترم ميثاق الأمم المتحدة، ويتم تشكيل مجموعة من هذه الدول، ونأمل بأن تحصل على دعم من الجمعية العمومية للأمم المتحدة لأنه حماية المواقف والمبادئ الدولية كما هي مثبتة في ميثاق الأمم المتحدة أمر صعب جدا، لذلك علينا أن نقوم به. من جهتها جددت الخارجية المكسيكية دعوة أطراف النزاع في فنزويلا إلى الحوار معربة عن قلقها إزاء حوادث العنف التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة.
وتأتي هذه التطورات بينما تشهد فنزويلا أيضا أزمة اقتصادية خطيرة هي الأسوأ في تاريخها، مع تباطؤ اقتصادها وانهيار عملتها ونقص المواد الأساسية فيها. قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس إن مصر تمتلك فرصا استثمارية كبيرة، مشيدا بالإصلاحات التشريعية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتيسير على المستثمرين. وخلال زيارته لمركز خدمات المستثمرين بوزارة الاستثمار للتعرف على الإصلاحات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، وقع رئيس مجموعة البنك الدولي إعلان نوايا مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقالت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي للجهاز إنه بموجب هذا التعاون سيتم تخصيص 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. طبعا وجود النهاردة رئيس مجموعة البنك الدولي في أول زيارة وأن هو يستهدف فيها مصر، فده نظرا لاهتمامهم بمصر وقد إيه إحنا بقينا لينا ثقة دولي في التعامل مع المنظمات الدولية، وبيجي طبعا على رأسهم البنك الدولي. فيما يخص تم التمويه على الاتفاقية النهاردة، الاتفاقية لسه إحنا من حيث المبدأ ده تعاون ما بيننا وما بين البنك الدولي لإتاحة تمويل يتم استخدامه لإعادة إقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. من ضمن شروط هذا التمويل أن يتم جزء فيه للمشروعات البدائية اللي هتبتدي ريادة أعمال، تكون فيها مشروعات فيها شيء من الابتكار. نبتدي نشتغل على برامج تمويلية مخصصة للشباب زي برامج رأس المال المخاطر. حريصين ان الاتفاقية ان شاء الله يكون فيها الكثير من البرامج التمويلية المتنوعة الغير معتادة، بحيث ان هي تيسر على الشباب وعلى المرأة كمان بصفة خاصة. رياضيا، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غدا فريق النجم الساحلي في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية على ملعب الأولمبي بمدينة سوسة. كانت مباراة الذهاب انتهت لصالح الزمالك بهدف نظيف أحرزه اللاعب محمود كهربا. يستضيف تشيلسي غدا نظيره واتفورد في الأسبوع 37 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، كما يلعب غدا لحساب الأسبوع ذاته هاديرسفيلد أمام مانشستر يونايتد وأرسنال أمام برايتون. يستضيف ريال مدريد غدا نظيره فياريال في الأسبوع 36 من الدوري الإسباني، كما يلعب غدا إيبار أمام ريال بيتيس وهويسكا أمام فالنسيا وختافي أمام جيرونا. يسود البلاد غدا الأحد طقس مائل للحرارة، على السواحل الغربية حار، على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوبه، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. وصلنا بكم إلى نهاية هذه النشرة، إليكم تذكرة بأهم ما جاء فيها من عناوين.
مدبولي يؤكد أمام البرلمان أن مواجهة الإرهاب ودعم خطط التنمية وراء فرض الطوارئ. الشرقي يشدد على أهمية استمرار التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا. الجيش الوطني الليبي يعلن تصديه لهجوم مسلح على منشأة عسكرية في صنعاء. نهاية هذه النشرة. المزيد من الأخبار تابعونا دائما على موقعنا الإخباري extranews.tv.